اسمعت 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 يا سلام يا سلام يا سلام. بقول لك يا صبحي، قول لي، خدتش بالك من الوضع طلع الرقاق وهو بيتمحلس للخواجه عشان ياخدوا معانا على الفرقه الحفله الخاصه بتاعت الالف باشا؟ اللي خدت بالي يا بدردر، الواد كان ناقص يلحسله مداسه. يا صوتك يا اخي، في حد يعمل كده ويهين نفسه؟ دي الارزاق على ايد الله ونعم بالله يا سيدي. ما قلناش حاجه بس باين لها دايره كده يا دي يا سمعه. اه والله، اصل للاسف اللي عنده كرامه زينا وعزه نفس ما بيجيش لقدام. لا يا بدردر، اللقمه اللي ملحوسه بالمزله بلاش منها احسن. والله اللقمه؟ طب الحقني بقى ابوس ايدك، انا على جلد بطني من صباحيه ربنا. اه والله. ماشي يا بدردر، انت همك طول الوقت على بطنك. انا ليه غيرها يا سيدي؟ يلا يا سيدي. خلاص وهعزمك. يلا شيبك ولبحتك يا جدع. طمني يا دكتور. عندها تلوث شديد في المعده نتيجه شربها لمواد حمضيه اضرت بجدار المعده. الظاهر انها اخذت وصفه من وصفات عطارين اليومين دول اللي لسه فاكرين نفسهم دكاتره وبيخترعوا وصفات الايه بديل عن الادويه. وللاسف ناس كتير بتصدق الجهل ده. سمعت يا ام هاشم؟ سمعت يا سريات. عموما انا كتبت لها على دواء رايحة خالص، بس تاخده في مواعيده، واهم حاجه طبعا الراحه التامه وعدم الحركه على الاقل كام يوم الجايين دول. مفهوم يا دكتور، مفهوم. احنا متاسفين تعبناك معانا يا دكتور رفعت. لا تعب ولا حاجه، ان شاء الله تملكوا بالسلامه. سعيده سعيده. مع السلامه حبيبي، ان شاء الله خميس جاي يكون جاهز. شكرا، مع السلامه. مع السلامه. هي مش دي تحيه هنا من مرات رأفت بس الحضار؟ هو حبيبي ده واقف في مشكله كبير مع جوزه. ليه خير؟ بيقول ان جوزه هيضيق كل فلوسه على سيما، اصله بينتج فيلم جديد. وهو ايه اللي دخل رأفت بيه في السينما؟ هو مش عنده محلات ذهب؟ ايوه حبيبي، اصلي صاحبه منتج كبير مش فاكر اسمه ايه عرض عليه يخش مع اشريك في انتاج فيلم، وافق على طول. ما انت عارف سينما بتكسب كتير. يلا ملناش دعوة. طبعا اذنك يا تونة، عشان عايزة اروح الكوافير. عن اذنك. السلامة.